السلام عليكم، ازيكم يا سنة تانية؟ ان شاء الله في الريكورد ده هنشرح العملي بتاع الرينال. اول صورة معانا هنا ممكن تجينا في الامتحان، الصورة دي يقول لنا الصورة دي اسمها ايه، هنقول كيدني بودوسايت. تمام، كيدني بودوسايت زي ما احنا خدنا في النظري ان الباومنز كبسول بتاع الكيدني بيكون لي من تو لايرز، اوتر بارايتال لاير وانر فيسرال لاير. طيب الانر فيسرال لاير دي بيكون لي من خلايا اسمها بودوسايت، دي اللي بنتكلم عليها هنا. طيب لو جات لنا في الامتحان نقول الصوره دي ايه، كيدني بودوسايت. طب كوز اوف ايدنتيفيكيشن او الكومنت اللي هنكتبه عليها هتقول ان البودوسايت السيل باي بتاعها بيكون لي من برايمري بروسيس، خارج منه بروسيسز برايمري بروسيسز، والبرايمري بروسيس دي طالع منها سكندري بروسيس اسمها بيديكل. تمام، يبقى الصوره دي لو جات لي في الامتحان نقول عليها كيدني بودوسايت، البودوسايت السيل باي بتاعها فورمد اوف برايمري بروسيس، والبرايمري بروسيس خارج منها سكندري بروسيس او البيديكل. تمام، ندخل على تاني صورة معانا، كيدني سيركيوليشن. تمام، دي كيدني سيركيوليشن هنقول ايه بقى الكوز اوف ايدنتيفيكيشن او الكومنت اللي عليها، بريسنس اوف جلوميريولار كابيلاريز، الكابيلاريز بتاعت الكيدني باينه واضحه قدامي خالص، يبقى دي كيدني سيركيوليشن بريسنس اوف الجلوميريولار كابيلاريز. تمام، ندخل بقى على السلايدز، او السلايدز معانا كيدني بالسيلفر ستين، ولازم نكتب هنا اسم الستين علشان بيبقى عليها نص الدرجة. تمام، يبقى احنا هنقول بقى الكومنت اللي عليها ايه هنا، هنقول ان الجلوميريولاي روزيت شيب، بيقول لك بقى ان الكابيلاري بتاعت الكدني او الجلوميريولاي كل شويه الجلوميريولاي كده مع بعض بيبقوا بيجمعوا مع بعض ويعملوا شبه الورده روزيت شيب. ممكن ما تبانش هنا في السيلفر ستين، بس هتبان في الهيماتوكسينين اند ايوسين، هتبان قوي وهتبان برضو في الشريحه الفيكسد اللي هنقولها كمان شويه. تمام، يبقى دي كدني بالسيلفر ستين، الكومنت اللي عليها هنقول الجلوميريولاي روزيت شيب شكلها شبه الورده، وفي بريسنس اوف سيفرال تيبيولز، التيبيولز بقى بتاع الكيدني اللي هو البروكسيمال كونفيوتد والديستال والكلام ده كله يبقى حوالين الجلوميريولاي. تمام، هجيب لكم بقى الشريحه الثانيه اللي هي بتاعه الكيدني هيماتوكزين اند ايوسين، باينه هنا برضو جامد، هنقول برضو ان كل شويه الجلوميريولاي متجمعين مع بعض واخدين شبه شكل الورده وسراوندنج تيبيول، فلازم نكتب اسم الستين يا جماعه علشان بناخد عليها نص الدرجه. يبقى دي كيدني بالهيماتوجزلين اند ايوسين، والكومنت بتاعها روزيت شيب جلوميريولاي وسراوندينج تيبيولز. تمام، نجيب بقى دي السلايدز بتاعت اليورينري بلادر. طيب عرفنا منين ان هي اليورينري بلادر؟ زي ما احنا خدنا في النظري ان الابيثيليوم بتاع اليورينري بلادر نوعه ايه، نوعه ترانزيشنال ابيثيليوم. طيب زي ما احنا عارفين او اتقال لكم قبل كده اللي ليه هو ترانزيشنال ابيثيليوم، ترانزيشن الابيثيليوم ده نوع من الابيثيليوم بيكون لي من كذا طبقه، لما اليورين البدل بتملى بيبقى فيها اليورين الطبقات دي كلها بتجمع على بعض كده ويبان لك كانه طبقه واحده، علشان يوسع مكان يبقى لليورين، يبقى اليورين البدل مليان يعني يبقى فيها مكان لليورين. انما لو كانت اليورين البدل فاضيه عادي بيبان لك ان هو كذا طبقه كذا طبقه، يعني بيبان ان هو كبير تخين يعني. تمام، يبقى دي اليورين البدل ترانزيشنال ابيثيليوم لايننج، والماسل لاير بتاعتها بتبقى سيك، حتى باينه هنا في السلايدز قدامي ان بتبقى سيك ماسل لاير، الماسل بتبقى تخينه قوي. يبقى دي سلايدز اليورينري بلادر الكومنت بتاعها ترانزيشنال ابيثيليوم لايننج وسيك ماسل لاير. تمام، ندخل بقى على السلايدز بعد كده اليوريتر، ودي سلايدز مميزه جدا ممكن حتى نعرفها من بره، لو هنقولها برده دلوقتي نعرف من بره ازاي، هتبقى نقطه كده على السلايدز ودايره. عايزه بس اقول لك حاجه، لا زي ما احنا خدنا في الاناتومي اليوريتر بيبقى عامل ازاي، بيبقى تيوب انبوبه كده من الكيدني لحد اليورينري بلادر، فاحنا لما نيجي نقطع فيه علشان نشوف تحت الميكروسكوب القطعه بتاعته هتبان لي كانها دايره زي ما احنا شايفين قدامنا كده. تمام، يبقى ده السلايدز بتاعت اليوريتر. طيب اليومن بتاعته هتبقى عامله ازاي، روزت شيب دي اليومن شكلها شبه الورده، حتى باينه قدامي اليومن اهي اللي هي في النص دي شبه الورده. طيب الابيثيليوم بتاعه نوع ايه، نوع برضه ترانزيشنال ابيثيليوم زي اليورينري بلادر. هنا بقى اللي هيفرق اليوريتر عن اليورينري بلادر المصل، طبقه المصل في اليورينري بلادر كانت ايه، سيك، انما هنا سين ماسكولار ماسكولار لاير. طيب يبقى ده يوريتر سهله خالص وهنعرفها بسهوله، الكومنت بتاعها روزيت شيب دي اليومن لايند ويز ترانزيشنال ابيثيليوم وسين ماسكولار لاير. دي برضو سلايدز اليورينري بلادر نفس الكومنت، ترانزيشن ابيثيليوم لايننج وسيك ماسكولار لاير. ماشي، دي بقى سلايدز دي فيكسد بتبقى متثبته في الامتحان، ما ينفعش احنا نحركها، فمثبته لنا ومبقاش مشاور على حاجه معينه وبيقول لك اكتبها وصفها. طيب دي ايه، دي جلوميريولاي بتاعه الكيدني بالهيماتوكسيلين اند ايوسين ستين، ولازم نقول برضو ان هي فيكسد او هما هيقولوا انها فيكسد.
هنا بقى باين خالص ان الجلوميرولاي شبه الوردة، كل شوية كابيلاريز متجمعة مع بعض وعملي روزيتشي شبه الورد وسراوندينج تيوب، يبقى دي جلوميرولاي اوف الكدني هيماتوكسيلين اند ايوسين فيكسد. الكومنت بتاعها روزيت شيب جلوميريولاي وسراوندينج تيبيول. تمام. الناس بقى اللي بتحب تبصمج من بره ومش عايزه تشوف جوه، بس يعني انا ما بنصحش بده خالص عشان السلايز بتاعت الباثولوجي، فاحنا يعني لو الواحد ما عندكوش وقت وكده ممكن نبصمج من بره. نبصمج ازاي؟ احنا قلنا اليوريتر، هنقول قلنا عليه ان هو نقطه كده صغيره على السلايد اهي، اول واحده معانا. طيب الكدني هيماتوكسين اند ايوسين هتبقى شبه المربع كده، وتحس ان خارج منها حاجه كده زي التعبان على الجنب كده، دي كدني هيماتوكسين اند ايوسين. طيب كدني بالسيلفر تحسها شبه الليفر كده، يعني شبه الليفر اللي احنا بنشوفه اصلا حقيقي يعني في الاناتومي، شبه الليفر بالظبط، وبني كمان شبه. تمام، دي الكدني سيلفر. طيب اليورينري بلادر دي برضو معروفه جدا، هي اصلا تحسها كده يورينري بلادر، المصل بتاعتها تخينه اهي، باينه اصلا على السلايد ان هي تخينه، ويعني شكلها كده مختلف عن الثلاثه التانيين، يبقى دي اليورينري بلادر بس. تمام، ده برضو سلايد تانية لليورينري بلادر، دي برضو تخينه، واليومن بتاعتها المصل قصدي بتاعتها بتبقى تخينه. تمام كده خلصنا، هنراجعهم بس سريعا. اول صوره معانا هنا الكدني بودوسايت، هنقول عليها ان البودوسايت بتتكون من برايمري بروسيس وسكندري بروسيس اسمها بيديكل. تمام، دي كدني سيركيليشن بيرسنس اوف الجلوميرولار كابيلاريز، دي اول حاجه كدني سيلفر ستين، هنقول ان الجلوميرولاي واخده روزيت شيب وسيفرال تيبيولز. تمام، دي يورينال بلادر ترانزيشن ابيسيليال لايننج وسيك ماسكولار لي، دي برضو كدني هيماتوكسيلين اند ايوسين ستين روزيت شيب دي جلوميرولاي وسراوندينج تيبيولز. يوريتر روزيت شيب دي ليومن لايند ترانزيشنال ابيسيليوم وسين ماسكولار لاير. يورينال بلادر ترانزيشنال ابيسيليوم لايننج سيك ماسل لاير، وجلوميرولاي بتاع الكدني هيماتوكسيلين اند ايوسين ستين فيكسد روزيت شيب جلوميرولاي وسراوندينج تيبيولز، ودول اللي بيحبوا بصمكم. تمام، السلام عليكم.